طلعت واحد الاخ سمو رايا زاد داك الشيك سرقاته يعني على بياض ما مسني ما والو سنياتو راسها مشات كرات به الطوموبيل قالوا لي قلب هادشي على ظهرك كامل الوالده كتبكي العائله كيرغبوا داكشي وني درت فيهم غير الخير كيتهم للحبس اليوم كتقول لي يا خويا سير انت للحبس حنا ما عندنا ما نديرو لك قالوا ما بغيتش نمشي لذاك المكان وماشي دوك جهه وانا الله يتزوج الخدمه مازال ما خدامش يلا كنقلب عليها راه كندوز من ظروف ربي اللي عالم بيا ما درتش غير الخير مازال كون درتها براسي يعني راسي كون قلت نستاهل العقوبه نمشي ما عنديش المشكل بالحق انا درت غير الخير في هاد الناس طعنوني وما درت ما درت معاهم كاملين هضرت معاها قالت لي اخويا غير سير هضرت مع الزوجه ديالي قالت لها اختي انا ما عندي ما ندير له نمشي عوم بحرو رغم ان عارفه درت فيها غير الخير وفكيتها من الحبس انا مستعد نخدم من غدا ما عنديش المشكل لان واقف عليها بزاف وما يجازيكم غير الله عز وجل هذا هو اللي كاين. السلام عليكم ورحمه الله الاسم ديالي عبد الله عدنان من مدينه صفرو المشكل اللي عندي هو واحد المشكل ديال الشيك كنت قبل ما نسال ملي ساليت من العسكر كنت دوزت واحد العام ديال لابلي خديت الدبلوم ديالي وحسن السيره الفتره اللي كنت في العسكر داك الوقيته صيفطت واحد فتره الشيكات ملي ساليت مشيت حطيت داك الوثائق كاملين في عند الاخ ديالي في عند الوالده في الدار طلعت باش نحرق طلعت القصر الصغير باش نحرق خليت داك الوثائق كاملين عند الوالده طلعت واحد الاخ سمو رايا زاد داك الشيك سرقاته يعني على بياض ما مسنيه ما والو سنياته راسها مشات كرات به الطوموبيل مشات من بعد دارت حادثه قلبت داك الطوموبيل صافي من بعد ملي اتصلت انا بالوالده طلعت باش نحرق ما كتبش يلاه رجعت لطنجة اتصلت بالوالده قالت لي شنو 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 طلعت وليت طلعت للبلاد اوتوستوب كان لقى السيده في السبيطار تما كنكتشف الشيك باللي ديالي باش كرات داك الطوموبيل كنت غنرفع بهم شكايه عند وكيل الملك لان سرقات لي الشيك ديالي وسنياتو هي ونصبات به على مول الطوموبيل ومول الطوموبيل حتى هو ملي دخلوا العائله والوالده كتبكي وداك الشيء يعني رأيت الظروف ديال الوالده وربي وصلنا على داك الشيء على الوالدين صافي قالوا لي قلب هذا الشيء على ظهرك كامل الوالده كتبكي العائله كيرغبوا وداك الشيء قلب داك الشيء كامل على ظهري قالوا لي قلب هذا الشيء قول لهم بلي انت اللي كريتي ونهار تقدم انني نهار تخرج لك هذا الشيء من المحكمه هذه الغرامه اللي تدفعات في الشيك نحن نخلصوها الشيك تدفعات فيه 4 مليون جاتني فيه شي 10000 درهم و100 درهم ديال سوائل المحكمه صافي على وجه الوالده صافي رديت داك الشيء على ظهري انا بت في الجيور عند الدرك الملكي تقدمت للسيد وكيل الملك قدمت داك التنازل خرجت بحالي دابا المحكمه حكمت عليا بمليون الخطيه يعني 25% من القيمه ديال الشيك و100 درهم سوائل المحكمه قلت لهم راه خرجت لي دابا خصكم تخلصوها انا الله يتزوج ومازال ما باديش حتى الخدمه ما خدامش يعني ما عندي لناش غنخلص هذا الشيء هذا شوفوا كيفاش غديروا خلصوا هذا الشيء راكم وعدتوني به فرضوا يعني طعنوني قال لك حنا ما عندنا ما نديروا لك صافي سير للحبس وان ماشي ديال داك الشيء وما عمري مشيت لتما وماشي ديال داك الشيء اصلا ما وجهي ماشي ديال الحبس ولا ماشي تجوج باش نستقر وباش نخدم على راسي بحالي بحال الشباب هما بغاو يصيفطوني للحبس علاش حيت درت فيهم غير الخير وهذا الشيء راه عارفينو الناس كاملين اللي قرب ليا واللي كيعرفوني درت فيهم غير الخير كيتهم للحبس اليوم كتقول لي يا خويا سير انت للحبس حنا ما عندنا ما نديرو لك هذا هو اللي كاين يعني انا ماشي للحباسات وما عمري مشيت ليه وما بغيتش المشاكل وما بغيتش نمشي لهذا الشيء هذا يعني هذا الشيء اللي كاين بغيت زعما كاين شي حل من هذا الشيء هذا راه نفك عليا هذا الشيء هذا هو اللي كاين نطلب من الله سبحانه وتعالى ييسر الامور ونتمنى من الله حتى هما يشوفوا منها اللي راه عارفين ماشي ديال المشاكل وما درتش غير الخير مازال كون درتها براسي يعني راسي كون قلت نستاهل العقوبه نمشي ما عنديش المشكل بالحق انا درت غير الخير في هاد الناس طعنوني انا ما بغيتش نمشي لذاك البلاصه ومازال يلا خدام مازال يعني حتى الظروف عندي شويه ما كنساش ما خدامش وما يعني ما عنديش كيفاش غنواجه هاد المشكل هذا هذا الشيء اللي كاين نتمنى من الله يشوف من حالي والناس كذلك يدخلوا في هذه المساله هذه كاين شي ناس يعني غيوقفوا معنا في هذه المساله ما يجازيهم غير الله هذا هو اللي كاين لان انا ما بغيتش نمشي لذاك المكان ومازال راه مازال يلاه كنتقاد على الكره ومازال حتى الكره براسو راه ما
نبقى لي شويه غنخرج بحالي لان ما عندي بال، ما لقيتش باش نخلص ما والو، ما خدام ما والو، ما زوام كاين والو هاد الساعه دابا. هادشي اللي كاين حتى بالنسبه الا كان زعما شي حد مثلا يعني خصو شي حد يخدم معنا حاليا كنقلب على الخدمه، انا مازال تابعني الكره راه مهدد بالتشرط انا وعائلتي، بقى لي غير شي ايام باش خصني نخلص ولا نخوي من الكره. الا كان شي حاجه على حساب الخدمه انا دوزت داك الفصره مع القوات المسلحه الملكيه، دوزت معهم داك الفصره ساليت، جبت الدبلوم ديالي وحسن السيره الحمد لله، يعني ما عندي لا مشاكل لا والو اللهم لك الحمد. الا كان شي حد مثلا خصو لي يخدم معاه ولا انا كنعرف ندير، عندي شي بيرمي صغير ديال الطوموبيل كندير شي فور ولا عساس في شي فيلا ولا شي ولا كندير نادي في داكشي المطاعم والمقاهي، عندي الاكسبيريونس في داك في مجال غسل السيارات حتى هما، هادشي اللي كاين نتمنى من الله يسر لنا الامور والجميع، هذا هو اللي كاين. ولا كان شي حد خاصو اللي يخدم معاه انا موجود مرحبا، انا نخليكم نمرة الواتساب ديالي، الا كان شي واحد خاصو شي نادي في شي مقهى شي ريستورا شي فور شي عساس في شي فيلا شي عساس في شي فيرما، انا مستعد نخدم من غدا ما عنديش المشكل لان واقف عليها بزاف، وما يجازيكم غير الله عز وجل، هذا هو اللي كاين. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.